من ناحية الشمال أو من ناحية اليمين عفوا بقدم اليسرى. عبد الناصر دي ماريا تتلعب على القائم الرايب ودي راسية يا وادي يا وادي يا وادي يا وادي. حلوة 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 كرة العرضية 10 على 10 والرأسية. حط انت الدرجة بقى، انا مش هدي درجات للرأسية لان الرأسية حلوة. الراجل قطع على القائم القريب وده شاط بدماغه يا جماعة، ده شاط بدماغه مش حط رأسية. محمود وادي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15. النادي المصري صعب المهمة، يصعب المهمة على ابناء مختار مختار. 2-0 في اول ربع ساعة، فأول ربع ساعة، لكن العرضية 10 على 10 وفرحة من الكابتن إيهاب جلال. بص عبد الناصر الدمرية، بص العرضية وحط فيها رأسية شومة شومة من اللاعب محمود.